كابتن مبارك الفوز لكم جميعا، شو تحكينا عن مباراه اليوم؟ تفضل. الله يبارك فيكم، هنيئا يعني للجميع. يعني كيف ما توقعت ان المقابله ستكون صعبه، خاصه انه مقابله يعني فاصله. يعني وجدنا كثير يعني من الصعوبات خاصه في الشوط الاول. يعني ما دخلناش في المقابله يعني بالطريقه الصحيحه، لانه حسينا يمكن اللاعبين يحسوا بواحد الضغط شي شويه والوزن ديال المقابله. الحمد لله انه الكل تحرر في الشوط الثاني، يعني والفريق ظهر بالمستوى ديالو، كل لاعب ظهر في المستوى ديالو في الشوط الثاني، وهذا مهم جدا. واظن انه مثل هذه المقابلات مازال غادي نلقاوها من هذه النوعيه ديال انه الفريق غيتمحن قبل ما يفوز بالمقابله. طبعا الصمود، الواحد يعرف كيفاش يدافع. يمكن التدخل ديال يزيد كانت حاسمه في الشوط الاول. انتفاضه الهجوم حسمت المقابله في الشوط الثاني، وهذا هو الفريق يجب الكل ان يتحمل المسؤوليه ديالته. الحمد لله انه وصلنا لمرمى الفريق الخصم اكثر من مره وسجلنا ثلاث اهداف، تنظن انه فوز مستحق للمجموعه. طبعا موسى انتم عارفين على انه كانت عنده اصابه اول حاجه في الكاحل، وانه رجع للتدريب اخر 4 ايام. طبعا شيء عادي جدا، لانه هو لاعب مهاجم ويعتمد على السرعه، يعني حتى ذاك السرعه والطريقه اللي كيجري بها، فشيء عادي جدا لانه العضلات ديالو غادي تتعب اخر اللقاء. طبعا بعد ما اطمئن على النتيجه، فصراحه يعني اعطاء فرصه لاعبين جداد مثل ابو طه اول مره تيشارك، عارف الحاج اول مره تيشارك، باش نعطيو بعض الشباب، لانه كنشوفوا فيهم انهم المستقبل ديال الفريق، وانه ممكن يكونوا السند في بعض المرات اللي ما يكون موسى يمكن ما يكونش جاهز، او لا يزن، او لا علي، او وبالتالي فمحتاجين بعد ما اطمأننا على النتيجه على اننا نديروا التغييرات. طبعا يمكن تاخرنا بعض الشيء، لانه قبل يعني الهدف الثالث، فانا كنت دائما متخوف، لان الهجوم ديال الفريق التاجيكستاني هجوم اللي هو قوي، وصلنا للمرمى اكثر من مره. الحمد لله انه هذه المقابله هذه انتم عارفين انه كان فيها واحد الضغط كبير، وبالتالي لما اطمأنينا على النتيجه، ولو انه في 6 دقائق 7 دقائق ممكن يعني يصير اي حاجه، ممكن تسجلوا فيها 2 اهداف 3 اهداف، ولكن الحمد لله انا عارف على انه التغييرات اللي عملناها سواء الثلاثه الاولين او الاخر تغييرين، على انهم لاعبين ان شاء الله سيحافظون على المسؤوليه. الحمد لله على النتيجه، الحمد لله الامور مشات بالطريقه اللي بغيناها. هو طبعا يعني انا التخوف، صراحه التخوف اللي كان عندي هو اننا نكونوا محتاجين للفوز ونلعبوا امام السعوديه تحت الضغط، هذا هو اللي كان عندي التخوف. يعني الحمد لله اليوم بالنتيجه هذه ديال اليوم، بالمستوى ديال الشوط الثاني والظهور ديال اللاعبين الشوط الثاني، تنظن انه سنلعب مقابله السعوديه وحنا مرتاحين، سنلعب للبحث على الفوز، ولما لا؟ يعني صراحه اللاعبين قدموا يعني اخر 3 شهور 4 شهور يعني مستويات يعني طيبه، وتنظن اننا الحمد لله اننا سنلعب مقابله بارتياح وسنبحث على الفوز، ولما لا؟ وخاصه انه ضمننا يعني التاهل.